السلام عليكم تلاميذ التلميذات وأولياء الأمور، مرحبا بكم عند بروف عبدو، قناتنا متخصصة في النشر أخبار التعليم بالمغرب. إذا كنتم مهتمين ما عليكم إلا أنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم أي جديد. كما كتعرفوا قناتنا دائما كتجيب لكم الجديد ديال الأخبار التعليمية بالمغرب. في هذا الفيديو جبت لكم واحد الخبر مفرح لجميع تلاميذ الثالثة إعدادي بالمغرب، وهو أنه حاليا جميع الجهات بداو كيحطوا اللوائح ديال الناجحين في المستوى الثالث اعدادي كما كتعرفوا. والبارح شاركت معكم مجموعه من اللوائح ديال مختلف الجهات، والجهات اللي كنتو كتسناهم بزاف راه اليوم حطوا، اللي هما جهات الرباط صلاه الكونيطره، جهات طنجه تطوان الحسيمه، وكذلك جهات سوس مسا كما كيبان لكم في هاد الصور. هادو اللوائح اللي انا شخصيا كنشرهم في الصفحه ديالي على فيسبوك بروف عبدو، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنحط مجموعه من اللوائح الاخوان ديال مختلف الاعداديات في المغرب. كما قلت لكم انه دابا بديت كنحط اللوائح ديال سوس ماسا، وبديت كنتوصل بهم، كذلك ديال الرباط صلاه الكونيطره وطنجه تيتوان الحسيمه مراكش اسفي الداخله، راه كاينين في الصفحه. يعني شوف جميع الجهات دابا راه يعلنوا على اللوائح ديال الناجحين، دابا غير خاص انني نحط لكم جميع اللوائح ديال مختلف الاعداديات اللي غنتوصل بهم ان شاء الله، وغتلقاوهم في لاباج ديالنا على فيسبوك. فبشرى للناجحين، وحد سعيد وحد ايسر ان شاء الله العام المقبل للراسبين. كنتمناو التوفيق، وكنتمناو ان نسبه النجاح تكون مرتفعه جدا. خليو معكم لايك وكومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، لانه بزاف ديال التلاميذ ما عارفينش هذه القناه هذه، وما عارفينش الصفحه ديالنا فاش كنحطوا اي خبر تعليمي جديد في المغرب. هادشي اللي كان يا اخوان، نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.